الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنواصل كلامنا عن التاريخ الليتورجي لكنيسة الإسكندرية، وهنتكلم النهاردة في الحلقة 20 عن القرن الخامس الميلادي. عايز أقول مقدمة بسيطة عن هذا القرن. ظلت الحضارة المصرية القديمة تنازع البقاء حتى القرن الثالث الميلادي، وتضعضعت أساساتها في القرن الخامس على يد البابا توفيلوس البطرك 23، ولم تلبث أن انهارت تماما مع غروب القرن السادس الميلادي، أي أن المسيحية في مصر لم تصبح عقيدة غالبة حتى القرن السادس الميلادي، لأنه حتى ذلك التاريخ استمر وجود عقيدة أوزيريس، واللي عرفت في مصر القديمة من القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد. فعقيدة أوزيريس عرفت وخاصة في المناطق الريفية البعيدة، وظلت قائمة حيث لم يسمع أحد عن بشارة الإنجيل فيما عدا أصداء خافتة. لم يكن انهيار الحضارة المصرية القديمة في هذه الفترة هو فقط أحد أبرز سمات هذه الفترة، لأنه أيضا في منتصف القرن الخامس الميلادي وإثر مجمع خلق دنيا سنة 451 ميلادية، حدث انشقاق بين الكنائس الشرقية إلى كنائس شرقية قديمة أو كنائس لا خلقي دونية، أي لا تؤمن بمقررات هذا المجمع، وكنائس خلقي دونية تؤمن بمقرراته. مع حدوث هذا الانشقاق أفل نجم مدرسة الإسكندرية، وبعد حين اندثرت معالمها، فيغيب القرن الخامس وتغيب معه مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، وتدخل كنيسة الإسكندرية في عهود مظلمة حتى يخيم عليها الجهل في العصور الوسطى باستثناء فترة بسيطة منها. فقد كان ازدهار الكنيسة اللاهوتي والديني مقترنا بازدهار مدرستها اللاهوتية، وإن أحد أهم أسباب هذا التدهور في الكنيسة القبطية هو أن كنيسة الإسكندرية قد عبرت على ثلاث لغات، هي اليونانية والقبطية والعربية. ففي أواخر القرن الخامس الميلادي أهملت اللغة اليونانية، لغة الحضارة آنذاك، بعد الأحداث المؤسفة التي تعرض لها الأقباط من جراء مجمع خلق دنيا سنة 451 ميلادية، حيث رفض الأقباط كل ما يمت إلى الروم بصلة، حتى لغتهم أيضا، دون أن يدركوا مقدار الخطأ الوخيم الذي وقعوا فيه إذ عزلوا أنفسهم بأنفسهم عن ماضي كنيستهم ذاتها، فانفصلوا عن أساسيات لاهوت كنيستهم وعقيدتها وتعليم أبائها، لأنه كان كله مدون باليونانية.
واتجهوا إلى اللغة القبطية، فانقطعت الصلة بين ماضيهم وحاضرهم، باتوا كأنهم سيبدأون حياتهم الإيمانية من جديد. وكانت الضربة القاضية للغة اليونانية مع خروج الروم من مصر بعد دخول العرب إليها سنة 642 ميلادي. وما أن أفاق الأقباط حينا إلى لغتهم القبطية الوطنية، حتى كان التضييق عليهم بمنع استخدامهم لهذه اللغة، والذي بدأ منذ أوائل القرن الثامن حتى كان القضاء عليها في القرن الحادي عشر. فلقد ضاعت أيضا اللغة القبطية بعد فتح العرب لمصر، وإن كان قد حدث ذلك بعد جهد جهيد، فباتت كل مخطوطات الكنيسة وكتاباتها وتأليفها وحياتها الليتورجية المدونة بالقبطية ومن قبل باليونانية طلاسم لا يستطيع فكها أبناء الذين كتبوها. فانعزل حاضر الكنيسة عن ماضيها، وهي أعنف محنة أدبية يتعرض لها شعب من الشعوب، حين تفقد الأمة صلتها بماضيها. وكان على القبطي الراغب في الرجوع إلى تراث آبائه أنه يقرأه بلغة أجنبية حية، فصار كمن لا يستطيع أن يقيت نفسه بنفسه، ويلتمس من يعد له الطعام ويطعمه أيضا، وهو في ذلك ليس له أن يختار ما يقدم له حلوا كان أم مرا. واكتملت هذه المحنة لما صارت اللغة العربية نفسها لغة غير متقنة لدى كثير من الأقباط على مدى العصور التالية. فكانت هذه الضائقة الثلاثية الأبعاد كفيلة بأن تقضي على حضارة أعرق أمة في الأرض وأقدمها على الإطلاق. الجدير بالذكر هنا أنه في هذه الفترة وفد القديس ساويروس الأنطاكي إلى مصر وأقام بها، وكان له دور أساسي في تشكيل جانب من الحياة الليتورجية في كنيسة الإسكندرية، وهو ما نراه واضحا من التأثير السرياني الطاغي على القداسات القبطية مثل صلوات الصلح وصلوات الحجاب، وأيضا تحليل الخدام ومجمع القديسين في القداس الإلهي إلى آخره. احنا عايزين قبل ما نتكلم عن أهم الملامح الليتورجية اللي استجدت على الحياة الليتورجية لكنيسة الإسكندرية في القرنين الخامس والسادس للميلاد، عاوزين الأول نتوقف عشان نتكلم عن أهم مصادر الحياة الليتورجية للكنيسة في القرنين الخامس والسادس للميلاد. الكلام ده مهم جدا، لأن اللي ما يعرفش مصادر حياته الليتورجية يتوه في أمور فرعية ليس لها أصول أو ليس لها جذور. فمهم قوي نتكلم عن مصادر الحياة الليتورجية للكنيسة في القرنين الخامس والسادس قبل ما نتكلم عن الملامح الليتورجية اللي استجدت على كنيسة
الإسكندرية في هذين القرنين. بتنحصر مصادر الحياة الليتورجية للكنيسة في المجموعات التالية: أولاً، مجموعة الكتابات والقوانين المنسوبة للرسل أو لتلاميذهم. مجموعة الكتابات والقوانين المنسوبة للرسل أو لتلاميذهم. ثانياً، مجموعة قوانين المجامع المسكونية والمكانية. ثالثاً، مجموعة كتابات وقوانين آباء الكنيسة الكبار في القرون الخمسة الأولى. رابعاً، مجموعة كتابات وقوانين بطرقة الكنيسة القبطية وعلمائها في العصر العربي، ولا سيما في العصور الوسطى. وكافة مجموعات القوانين السابق ذكرها، بالإضافة إلى مجموعة القوانين المدنية، جمعها الراهب مقارة، وده كان من دير القديس يوحنا القصير، جمعها في بداية القرن الـ14 في موسوعة قانونية بتحوي 54 كتاب، ولم يترك شاردة أو واردة في محيط القوانين الكنسية أو المدنية المسيحية المعروفة في زمانه إلا وجمعها وأدرجها في موسوعته القانونية هذه. هذه الموسوعة القانونية تسمى في اللغة الكنسية النومو كانون. كلمة نومو كانون كلمة معربة عن اليونانية، وهي من مقطعين أو كلمتين: الأولى نوموس للدلالة على قوانين الدولة، أما الثانية فهي كانون للدلالة على قوانين الكنيسة. فكلمة نومو كانون بتطلق على أي موسوعة قانونية تضم قوانين الدولة وقوانين الكنيسة معا. هي ديت مصادر الحياة الليتورجية للكنيسة. هناخد بقى أول مصدر منها نتكلم عليه بالتفصيل. قلنا أول مصدر هو مجموعة الكتابات والقوانين المنسوبة للرسل أو لتلاميذهم. أنا هشرح هذا الكلام على رسم توضيحي حيبان لكم على الشاشة علشان تقدروا تستوعبوا العلاقة بين هذه المصادر وبعضها البعض. الرسم التوضيحي اللي حيبان على الشاشة دلوقتي بيجمع المصدر الأول من هذه المصادر اللي هو بتاع احنا قلنا عليه انه هو المختص بالرسل أو تلاميذهم. أول حاجة عندنا كتاب الديداخي اللي هو تعليم الرسل، ده دون حوالي سنة 100 ميلادية، وله أصل يوناني. الديداخي ده له أصل يوناني اللي هو تعليم الرسل يعني، واكتشف سنة 1873. كتاب الديداخي ده اتفرع منه أسماء كتب أخرى احنا هنشرحها بالتفصيل بعد كده، بس الرسم البياني ده بيسهل علينا شوية دلوقتي. الديداخي اتفرع منه كتاب الديسقولية السريانية، دي دونت في سوريا الشمالية حوالي سنة 250 ميلادية، واتفرع منه كتاب الترتيب الكنسي الرسولي، وده دون في مصر سنة 300 إلى 350 ميلادية، وله أصل يوناني وترجمات لاتيني وإبطي وسرياني وعربي وحبشي. كمان اتفرع من الديداخي
الكتاب السابع والثامن من المراسيم الرسولية. يبقى المؤلفين اللي ألفوا الدسقولية أو ألفوا الترتيب الكنسي الرسولي أو ألفوا الكتاب السابع والثامن من المراسيم الرسولية اعتمدوا على كتاب الديدخي، زائد أن الكتاب السابع والثامن اللي أخذ من الديدخي هو أخذ أيضا من الترتيب الكنسي الرسولي. يبقى الديدخي ادت الترتيب الكنسي الرسولي، او اللي ألف الترتيب الكنسي الرسولي استعان بالديدخي، وبعدين اللي ألف الكتاب السابع والثامن من المراسيم الرسولية استعان بنص الديدخي كما استعان ايضا بالترتيب الكنسي الرسولي. في النص هنا بقى في حاجة اسمها التقليد الرسولي، وده دون سنة 235 ميلادية عرف في مصر باسم الترتيب الكنسي المصري. الترتيب الكنسي المصري أو التقليد الرسولي ده المراجع الأجنبية بتسميه القوانين المصرية، لأن هو أقدم قوانين عرفتها الكنيسة، الكنيسة القبطية. التقليد الرسولي ده طلع منه الكتاب الثامن، يبقى الكتاب الثامن بتاع المراسيم الرسولية واخد من الترتيب الكنسي الرسولي، واخد والترتيب الكنسي الرسولي قلنا انه واخد من الديداخي. التقليد الرسولي ادى الكتاب الثامن، يعني اللي ألف الكتاب الثامن من المراسيم الرسولية استعان بالتقليد الرسولي، وكمان اللي ألف كتاب عهد الرب ده اتكتب في سوريا سنة 450 إلى 500 ميلادية، وأصله اليوناني مفقود وله ترجمات سرياني وقبطي وعربي. كتاب عهد الرب استعان بكتاب التقليد الرسولي. كمان كتاب التقليد الرسولي ادى لقوانين الرسل، قوانين الرسل عند الأقباط يعني. يبقى لما نبص على قوانين الرسل نلاقي انها واخدة من التقليد الرسولي، وقوانين الرسل نفسها برضو واخدة من الترتيب الكنسي الرسولي. بعد كده قدامنا الأقباط بقى استفادوا من هذه المصادر في ثلاث حاجات مهمين جدا عملوها. عملوا الدسقولية العربية، وعملوا قوانين هيبوليتوس، وعملوا قوانين الرسل. الدسقولية العربية دي هي عبارة عن ترجمة عربية للكتاب الأول إلى السادس، الكتب من الأول إلى السادس زائد الكتاب السابع. يبقى الكتب الثمانية بتوع المراسيم الرسولية أول سبع كتب منها اترجمت للعربي وتسمت الدسقولية العربية. الدسقولية العربية دي عندنا ليها نصين متشابهين. النص الأولاني اسمه نص أبو إسحاق ابن فضل الله، أصله القبطي، بيعود لسنة 926 ميلادية، القرن العاشر. دكتور ويليام سليمان نشره سنة 1979، وده مترجم من القبط الصعيدي سنة 1295، يعني أواخر القرن الثلاثتاشر، ويقابل بدقة شديدة الكتب من واحد لسبعة من المراسيم الرسولية. النص الثاني بتاع الدسقولية العربية اسمه النص العامي، يعني
نص سائد نشره حافظ داود اللي هو القمص مرقس داود سنة 1940، وده مترجم عن القبطية سنة 1050 ميلادية، يعني القرن الحداشر، بيقابل الكتب من الأول إلى السادس من المراسيم الرسولية مع عدة تعديلات في ترتيب الفصول ومضمونها، وهو عبارة عن 39 فصل. يبقى الأقباط استفادوا من هذه المصادر إن هم عملوا الدسقلية العربية، كمان عملوا قوانين هيبوليتوس أخذوها من كتاب التقليد الرسولي الهيبوليتوس اللي كان في القرن الثالث، وتعمل منه حاجة اسمها قوانين هيبوليتوس في القرن الخامس الميلادي، هنشرحها بالتفصيل بعد شوية. حاجة الثالثة اللي استفاد منها الأقباط إن هم عملوا حاجة اسمها قوانين الرسل، وزي ما احنا شايفين كده أن قوانين الرسل واخدة من الكتاب الثامن واخدة من التقليد الرسولي واخدة من الترتيب الكنسي الرسولي. قوانين الرسل عند الأقباط في كتابين، الكتاب الأولاني 71 قانون، والكتاب الثاني 56 قانون. الكتاب الأولاني 71 قانون دي متقسمة إلى من القوانين من 1 ل 20 بتقابل الترتيب الكنسي الرسولي اللي لسه قايلين عليه دلوقتي حالا، والقوانين من 21 ل 47 بتقابل كتاب التقليد الرسولي اللي لسه قايلين عنه حالا دلوقتي، التقليد الرسولي اللي هو ده هو. وبعدين القوانين من 48 ل 71 بتقابل مع التصرف الكتاب الثامن من المراسيم الرسولية. أما الكتاب الثاني هو 56 قانون فبتقابل مع بعض التصرف التقسيم 85 قانون الموجودة في الفصل 47 من الكتاب الثامن من المراسيم الرسولية. يعني كتاب المراسيم الرسولية الكتاب الثامن بتاعه موجود فيه فصل أخير مكون من 47 ورد فيه مختصر قوانين الرسل 85 عند الكنيسة اليونانية، لكن الأقباط أخذوا هذا الفصل الأخير وأعادوا تقسيم القوانين وخلوها 56 قانون. دي فكرة عامة عن إزاي إن الأقباط في القرن الخامس الميلادي استفادوا من المصادر الأساسية الليتورجية أو القانونية للكنيسة، ودخلوا عندهم في كنيستهم القبطية أهم 3 كتب: الدسقلية العربية وقوانين هيبوليتوس وقوانين الرسل عند الأقباط. ونكمل في حلقة قادمة إن شاء الله لشرح أوفر عن هذه المصادر. ربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.